النهارده ان شاء الله هقول لكم على طريقه ماسك هايله جدا، انا جربتها مبسوطه بالنتيجه جدا، وهقول لكم على الطريقه وان شاء الله هتتبسطوا منها جدا. يلا نشوف مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الماسك ده، نتيجته هايله هايله هايله، هتعجبكم جدا جدا. ماسك الترمس المطحون لتفتيح وتنظيف البشره. كل اللي هنحتاجه كيس ترمس مطحون من عند العطار، يعني مثلا الكيس ده في حدود 5 جنيه، هتجيبيه من عند العطار، اي عطار جنب البيت هتلاقيه عنده متوفر، ومية ورد سهلة ومتوفرة برضو في العطارين وعند البقالين، سهلة جدا، اي سوبر ماركت هتلاقيها، والنوع ده هايل وكويس جدا. والترمس المطحون طبعا ليه فوائد كتيرة جدا للبشرة، بيفتح البشرة وبينقيها من الشوائب. مثلا اي يوم البشرة فيه مجهدة هتعملي الماسك ده، هتلاقي تحسن فظيع في البشرة، هتنبسطي جدا من النتيجة ومش هتبطلي تعمليها من كتر ما هي حلوة جدا. الطريقة اللي احنا هنحط مثلا الترمس المطحون بتاعنا كده، هتحطي مثلا في حدود 3 معالق، او على حسب البشرة، مثلا عندك هتعملي على البشرة بس، او على الايد، او على اي مكان تاني عايزة تفتحيه. وهنبتدي نضيف عليه مية الورد، طريقة سهلة جدا وبسيطة، لحد ما يعمل معانا القوام المطلوب اللي هو متماسك، لا سايل قوي ولا ماسك قوي، عشان نعرف نفرده بسهوله كده بالشكل ده. هتحطي كده بالاحساس لحد ما يطلع معاكي متماسك والقوام اللي انت حباه، اللي هو سهل معاكي يتفرد على البشره بسهوله بالمنظر ده. هفضل اقلبه كده لحد ما يعمل معايا القوام اللي انا عايزاه بالشكل ده. اهو بفضل اقلبه كده لحد ما يتجانس مع بعضه. وميه الورد طبعا عارفين فوائدها كلنا للبشره، بتقفل المسام المفتوحه وهايله جدا للبشره وبترطبها، وهكتب لكم كل الفوائد لميه الورد والترمس المطحون تحت في صندوق الوصف، اكتبها لكم بالتفصيل. والماسك ده انا مجرباه من زمان ونتيجته هايله جدا. والماسك ده بتعمليه مرتين في الأسبوع، من مرة لمرتين في الأسبوع، وبيتفرد على البشرة وبيقعد 10 دقايق لحد ما ينشف. بعد كده بتغسليه بمية فترة، بيتوزع كده على البشرة، وانا دلوقتي هوريكم هو بيتوزع ازاي. بيتوزع على البشرة كلها ما عدا منطقة حوالين العين. بعد ما يجف بنفركه كده بحركات دائرية، وبعد كده بنحط الكريم مرطب، اي كريم مرطب عندك، بتفرديه بقى على البشرة، وانا هوريكم دلوقتي. دي كده الصورة اللي احنا المفروض نعملها، بتفرديه كده على حوالين البشرة كلها ما عدا منطقة حوالين العين. بعد ما بينشف بيكون بالمنظر ده كده، هتبتدي تفركيه بقى بحركات دائرية. بعد كده نشطف وشنا ونغسله كويس جدا، ونحط بقى اي كريم مرطب عندنا، والنتيجة هتعجبك جدا وهتدعيلي ان شاء الله، الطريقة هتعجبك جدا جدا. ويا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، وقابلكم بإذن الله في فيديو جديد، واكتبولي تعليقاتكم ومقترحاتكم واي حاجة عايزين نعملها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.